هلو هلو، ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي يمكن الشهر اللي فات ما عملتش فتحة كرتونة معاكم، او فتحة كرتونة يعني مشتريات شهري من اورفليم. فانتوا بجد مفتقداكم ووحشيني جدا جدا في نوعية الفيديوهات دي. فيلا مع بعض نفتح كرتونة شهر مايو ونشوف انا جالي ايه في الاوردر، ونشوف مع بعض المنتجات واسعارها وكل الحاجات دي. حبايبي بصوا، اول حاجه انا طلبتها في الاوردر، وانا شامبو بحبه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. الشامبو ده اللي هو الهير اكس الالتيميت ريبير، اللي هو ده اهو. الشامبو ده من الحاجات اللي انا بعشقها يا بنات. هو ريبير، وهو فعلا ريبير، يعني هو حاجه بتصلح، بيصلح الشعر او بيعمل على اصلاح الشعر. انا بحس بايه مع الشامبو ده، بيطري الشعر جدا جدا جدا، حتى مع بناتي بيطري الشعر جدا جدا، بينعم الشعر جدا. بحس كده ان عارفين الشعر بعد ما بتغسليه بيه طري جدا، فاهمين؟ فلو فيها هيشان، شعر هايش او مجعد شويه، او محتاجه ترطبيه او تهدي منه كده، فجربي الشامبو ده، حلو قوي. اسمه الهير اكس ادفانسد كير التيميت ريبير ده، تمام. وكمان الشهر ده، وكنت بجيب منه 250 ملي يا بنات، الشهر ده نازل 400 ملي، فعرض حلو قوي. بعدين لقيته بسعر تحفه، يعني جاب الواحد ب 150، ب 153 وربع الواحد. فده من الحاجات التحفه. فطبعا بما ان ده من الحاجات التحفه، فهتلاقي لو في بينزل منه كونديشنر اعتقد، لا مش فاكره قوي انا، بس اللي انا واثقه منه الشامبو ده بعشقه. الماسك جربته برضو قبل كده، الماسك بتاعه ده عالمي، يعني الاتنين مع بعض تحفة. عارفين يعني تستعملي الشامبو بعد كده تعملي الماسك، اللي هو الماسك يعني زي حمام الكريم كده. من الحاجات الحلوة قوي 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 برضو هو نفس القصة ألتيميت ريبير، بيعملوا على اصلاح الشعر التالف، انتوا فاهمين؟ يعني لو شعرك مجهد جدا، شعرك مجهد جدا، حاسة ان هو تالف شوية، مقصف، عارفين فكرة الشعر لما بيبقى رزل كده. فتجربي الماسك ده، تحفة تحفة. يعني انا من الحاجات اللي بتساعدني جدا جدا بصراحة في ان الشعر بيبقى ناعم وحلو وجميل، ومش انا بس، يعني انا وولادي كمان. فالمجموعة دي رائعة، سواء الشامبو او البلس الماسك بتاعها. الماسك بكام؟ ب 184، تمام. طيب ايه كمان يا بنات جبتوا الشهر ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. جبت ايه ده؟ ده ايه؟ استير اون. تعالوا نشوف كده، والله انا بنسى، يعني الاوردر ده اصل بقاله يومين موجود. ده غسول بتاع النوفيج، بنوته حبيبتي كده طلبوه مني اهو. ده الغسول بتاع النوفيج بتاع المجموعه المفتحه، المفتح للبشره. الغسول ده برضو من الحاجات الحلوه جدا 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 للعنايه بالبشره، و لو في بقع غامقه، لو في اثار حبوب، يعني بيفتح البشره وكمان البقع الغامقه. فالغسول ده برضو من الحاجات التحفه جدا، هي بحبه جدا، او هي حابه ان هي تجربه جدا. انا جربته قبل كده بصراحه، من الحاجات الرائعه، يعني انا استعملت المجموعه كلها على بعضها، حلوه جدا. الغسول لوحده انا شايفه طبعا، يعني الغسول ب 281 حلو، بس يعني لو المجموعة كلها هتبقى أحلى، يعني هتدي نتيجة 7 مرات أحسن، وهتبقى موفرة أكتر معاكي، تمام. فده الغسول. إيه كمان يا حبيباتي؟ جبت البودر دي، حلوة أوي، جايباها ليا أنا، اللي هي بتاعت بريحة اللي بريحة اللافندر جدا. كنت بجيب ده من اللي هي بالورد، لكن المرة دي جبت اللي هي باللافندر دي، هي باللافندر و كولينج ديلايت. دي باللافندر وبايه؟ باللافندر وحاجه وبالنعناع تقريبا، حاجه كده، هي منعشه. فاحنا داخلين على الصيف وعايزين ننعش نفسنا يعني. فدي حلوه قوي. بتستعمليها ازاي او استعمالاتها ايه؟ ممكن بعد الشاور بتاعك يعني بتحطيها على الجسم، حلوه جدا جدا، بتحافظ على الرطوبه في الجسم، انتوا فاهمين؟ هي بتحافظ على الرطوبه في الجسم، بتخلي الجسم يترطب كده، وكمان يعني هي بترطب ويتعطر، بتدي الجسم ريحة تحفة.
وبتعمل على تفتيح الجسم، يعني لما بتحطيها على منطقة معينة بتدي تفتيح كده للجسم وتعطير وتنعيم، تمام، وريحتها تحفة. طبعا ليها استعمالات كتير، قبل كده كنت نزلت لكم بوست بكده، يعني ممكن تاخدي منها طبق وبتحطيها على الرموش، بعد كده بتحطي الماسكارا بتاعتك فبتدي فوليوم فظيع للرموش. في ناس اتكلموا ان هي ممكن تتحط في فروة الشعر للقشرة، بتشد القشرة كده من الشعر، بس انا بصراحة بجيبها للجسم يعني، تمام، كتعطير وترطيب تفسيح كده، فهي وهي منعشة جدا، فمن الحاجات الخطيرة بصراحة اللي ممكن تجربوها. يعني هقول لكم سعرها كام الشهر ده، تمام. بصوا حبيبي 68.5، اوكي دي سعرها 68.5. طيب ايه كمان جبته الشهر ده يا بنات؟ جبت السبراي الرائع ده اهو، بصوا جبت السبراي ده بتاع لاف بوشن، ده جابالي انا برضو، حلو قوي. هو حجمه اعتقد 75 ملي، حجمه 75 ملي، تمام. ريحته يعني خطيرة، يعني مش هتكلم بقى عن ريحته كده، حاجة ايه، حاجة بتوديكي في عالم تاني يعني، فاهمين، حاجة بتوديكي في عالم تاني بجد. ده بودي ميست، اوكي، بودي ميست يعني ايه؟ يعني بترشيه كده وانتي بعد ما تاخدي شاور برضو بترشيه على الجسم وهو لسه مندي شوية، فهو بودي ميست يعني الزيوت، نسبة الزيوت فيه عالية، فاهمين، فبيمسك في المية اللي هي في الجسم يعني، فالريحة بتثبت على جسمك لوقت طويل، فيفضل يعني انا برش عادي جدا في اوقات، بس يفضل بعد الشاور، فالريحة بتثبت معاكي وقت اكتر لما بتحطيها والجسم مندي، فاهمين. فده برضو من الحاجات الحلوة جدا يا بنات، البادي ميست ده جايباه الشهر ده، سعره اهو لاف بوشن بلوسوم كيست فرا ميست 138 جنيه، اوكي ده سعره 138 جنيه. ريحته خطيرة، عارفين، خطيرة بجد خطيرة. طيب تعالوا نشوف جبت ايه تاني. جبت دوت يا بنات، كان موجود الغطا بتاعه فين اهو، الغطا واقع في ال ده، جبته اللي هو السبراي المفتح، تمام، بتاع اكتيفيل، كان في عروض الويب اوفرز، كان ب111 اعتقد، في نوع كان ب103، ده كان ب111 صح، انا فاكره سعره. برضه ده من الحاجات الحلوه وحجمه حلو جدا، اي حاجه زي كده سبراي يفضل ترشيها قبل، ترجيها كده قبل الاستعمال. ده فيرنيست، ده مفتح للاندر ارم، منطقه تحت الابط يعني، وده حجمه 150 ملي وسعره كان 111. السبراي ده تحفه تحفه تحفه، بيحميكي من ريحه العرق لمده تصل ل 48 ساعه، فاهمين، فبيحافظ عليكي وعلى جسمك وقت طويل جدا، مكتوب عليه حتى، خطير 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 يا بنات. ده برضو من الحاجات الحلوه اللي انا جايباها ليا. كمان الهاند كريم ده انا بعشقه بجد، اللي هو بتاع السوفت كريس ده، كنت دايما بجيب اللي هو الحجم الصغير، يعني كان 75 ملي، فاهمين، نزل بقى دلوقتي ده 150 ملي، خطير يعني، ضعف الحجم التاني وسعره حلو قوي. ده للهاند والنيل، للايد والاظافر، خطير يا بنات، خطير، حلو قوي، بحطه على ايدي وفي نفس الوقت بحطه على ضوافري، فهو بيرطب الضوافر، الضوافر برضو مهم جدا انت ترطبيها عشان ما تتكسرش منك، فاهمين، ترطبيها وتهتمي بيها، فهو للايد والضوافر، هو اصلا لكده. ده بزيت بحاجه اسمها زيت الماكاديميا، تمام، دي يعني هي حاجه كده عامله زي المكسرات بتاعتنا، غنيه 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 بالزيوت، فهو هتلاقوه حتى لما تيجوا تستعملوه، انا عندي واحد مفتوح مش هفتحه دلوقتي، هو تقيل تقيل، فاهمين، فترطيبه عالي جدا 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 جدا، وريحته تجنن يا بنات، تجنن بجد، تمام. ده بالنسبه للسوفت كريس. طيب ايه كمان يا بنات انا جبته، تعالوا نشوف، نفتح كده يعني، انا باخد كده عشوائي، نشوف ايه اللي هيطلع، في حاجات انا بالفعل ناسيه. خدت العرض ده بتاع الاي تو زد اللي هو الكريم الاساس ده، ده للهايدرا مات
بيدي نتيجة هيدرامات مناسب أكتر للبشرة الدهنية اللي بتفرز، يعني أي حاجة مكتوب عليها مط بتناسب الدهنية أكتر عشان بيمتص الزيوت الزيادة في البشرة، فاهمين؟ كنت واخدة معايا حاجة هدية أهو، هما الاتنين دول كانوا بسعر، أنا ما قلتلكوش سعر الهاند كريم صح؟ أو الهاند كريم 76.25، أوكي؟ ده بقى العرض ده هقول لكم سعره برضو، كان حلو قوي. بكام؟ ب ال A to Z 172.5، اوكي هو ب 172.5 ومعاه ده هديه. تعالوا نشوف ايه ده، بصوا كده، ده مرطب شفايف، انا بحب مرطبات الشفايف يا بنات بتاعت اوريفلام جدا اللي ليها لون، بصوا لونه تحفة، تمام حلوة قوي. انا بحب مرطبات الشفايف قوي يا بنات اللي هي ليها لون، علشان بدل ما تحطي روش في البيت، يعني بتحطي روش طبعا بس يعني في الغالب لما تيجي تحطيه ما يبقاش مخلي البشرة باهتة، لا يبقى مديها لون حلو كأنك حاطة روش، فاهمين؟ فده من الحاجات الخطيرة. درجته كمان حلوة قوي، انا جربته، بصوا درجته شايفينها، درجته تحفة تحفة، بني كده خفيف شوية. فالاتنين مع بعض ب 172.5 كانوا من الحاجات الخطيرة يا بنات بجد اللي انا جبتها الشهر ده، تمام. طيب ايه كمان انا جبته الشهر ده، تعالوا نشوف. بصوا بقى، انا كنت لسه عامله فيديو دلوقتي على النوفيج، هي خلاص النوفيج ايكولاجين كانت عندي وخلصت، وقلت رايي فيها بصراحه واللي انا حسيته ببشرتي، عملت فيه فيديو في القناه تلاقوه عن الموضوع ده. انا كنت جايبه الحاجات دي، كان عليها عرض قبل كده، كريم النهار وكريم الليل بتاع ايفن اوت وكريم العين، كان فيه عرض نازل مره، الاثنين تقريبا كان عليهم كريم العين هديه، فانا جبتهم، تمام. كان ناقصني السيرم والغسول عشان اكمل المجموعه، جبتهم وقلت على ما ينزل عرض على السيرم والغسول اكون جمعت المجموعه على ما النوفيج تخلص. بالفعل النوفيج لسه خلصانه، وكان السيرم عليه عرض في الويب اوفرز جبته، وده برده كان في الكتالوج جبته. المجموعه الايفن اوت دي بستخدمها ليه؟ بستخدمها لو انا عندي بقع سمراء، لو انا عندي اثار حبوب، لو انا عندي نمش، لو انا عندي بشره مش موحده، لو انا عايز افتح بشرتي من اثار تعرض للشمس او كده، فالمجموعه دي هتكون الحل المثالي بجد، حلوه جدا جدا يا بنات. عباره عن كريم الليل، هي مش بتتباع مجموعه على بعضها، انت بتطلبي اللي انت عايزاه فيها بس، انا جمعتها عشان انا عارفه ان المجموعه مع بعض بتدي نتيجه احسن 7 مرات، فبحس الفرق لما بستعمل مجموعه مع بعض غير لما بستعمل منتج واحد. فهنا ده كريم النهار والليل وكريم العين والغسول اهو الايفن اوت، استنى اوريه لكم اهو، وده السيروم، السيروم كان نزل الشهر ده وعليه اوفر حلو قوي. طريقه استعمالها ازاي؟ بغسل وشي الاول بالغسول، هو غسول وتونر مع بعض، بعد كده بعد ما بطلع من التويليت بتستعملي كريم العين، بعد كريم العين بتحطي السيروم، بعد السيروم لو انت بالنهار بتحطي كريم النهار، لو انت بالليل بتحطي كريم الليل، تمام. طيب فالمجموعه دي خطيره يا بنات، موجوده الشهر ده على فكره، بصوا السيروم بتاعها اهو، دي تفتيح للبشرة، بيسموها مجموعة الأستيكة، الأستيكة لأنها عاملة زي الأستيكة كده، بتمسح البشرة بأستيكة كده، فاهمين؟ من الحاجات الخطيرة يا بنات بجد. طيب إيه كمان يا بنات جبتوا الشهر ده؟ بصوا جبت التندر كير، جبت التندر كير، كل دول حلوين جدا جدا وسعرهم حلو قوي الشهر ده. تندر كير ده كان عندي اصلا زيه، ده رهيب 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 يا بنات، لو هتجيبه هاتوا ده، حلو قوي ولونه كمان كده كيوت كده بينك بينك، فاهمين؟ استنى اوريكم شكله وريحته تجنن، واقول لكم اسمه ايه، اطلع يا حبيبي اهو، بصوا خطير، حلو قوي ده يا بنات، وريحته حلوه جدا جدا جدا، يعني انا حبيت ريحته قوي، والشهر ده عليه اوفر حلو قوي. سعر التندر كير بحاجة و30 الشهر ده، او ب 31.75 قرش، يعني نقول 32 جنيه الشهر ده، تمام. حلو يا بنات قوي.
بتستعملي في ايه تندر كير ده؟ بترطبي بيه الشفايف، بيعالج الشفايف جدا جدا جدا. ممكن تحطيه لو انت بشره جافه على البشره كلها، ممكن تحطيه على الايد، اي مكان جاف او ناشف عايزه ترطبيه تحطي عليه التندر كير. تمام. ليه استعمالات كتير، لا قدر الله لو لسعه خفيفه اتلسعتيه حطي عليها تندر كير. اي حاجه لا قدر الله، يعني فاهمين، اللسعات اللي هي الدرجه الاولى، الحاجات البسيطه قوي يعني، الحاجات الخفيفه يعني. بس يعني فتندر كير ده معروف يعني من بدايه اول فليم، من الحاجات الخطيره خطيره اللي انا ما بستغناش عنها. بصوا انا اقول لكم على حاجه بالصدفه والله، بصوا على التسريحه عندي، فيه بصوا جريوا مني في اتنين اهو، وفي في الدرج تاني، يعني هو في اتنين اساسي بالنسبه لي. يعني عارفين انتوا عامل زي ال عارفين انتوا، بس طبعا حاجه على احسن كتير، الفازلين كده، بس ده بقى حاجه على جميله اكتر يعني، فبتحبوها تحبوا تستعملوها. حلوه قوي، انا بحبه جدا للكوع، للركب، للشفايف، لكعب الرجلين، للبشره، لاي يعني، ليه استعمالات كتير جدا 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 جدا. تندر كير ده من الحاجات التحفه. طيب ايه تاني يا بنات جبته؟ جبت المجموعه دي برضو، نازل عليها اوفر حلوه قوي. لو خدتي كريم ده ليكي عليه هديتين، يا اما تختاري الغسول ده، لا ده التونر، يا التونر يا السكراب، ده ماسك سكراب، يا كريم العين، تختاري حاجه من يعني حاجتين من الثلاثه. تمام. بما ان انا عندي كريم العين بتاع الايفن اوت هبدا فيه، فمش محتاجه كريم عين دلوقتي، ولو اني بحب الكريم العين قوي بتاعه ده، عشان هو بالالوفيرا فمرطب منعش جدا جدا حوالين العين. المجموعه دي منعشه للبشره، بتدي بصوا هي بجوز الهند، بماء جوز الهند، بصوا هو ويز اورجانيك الوفيرا صبار وكوكونات ووتر بماء جوز الهند وبالالوفيرا الاورجانيك، فاهمين؟ فدي حلوه جدا. دي للنورمال، البشره العاديه بتناسب البشره العاديه. حلوه قوي قوي قوي. السكراب بتاعها بعشقه، ده ماسك سكراب. يعني ايه ماسك سكراب؟ يعني ممكن تستعمليه كماسك وممكن تستعمليه كسكراب. ماسك تسيبيه حوالي ربع ساعه وتغسليه، او سكراب تحطيه على بشره مبلوله وتفركي في حركات دائريه وتشطفي. تمام. التونر ده حلو جدا برضو، غسول طبعا ده ما فيهمش غسول. التونر تستعمليه بعد ما تكوني غاسله بشرتك، وده كريم بتستعمليه بالنهار وفي اي وقت، نهار او ليل، في وسط اليوم براحتك. فانا دايما بجيب الحاجات دي علشان في وسط اليوم، يعني انت بالنهار بتحطي كريم النهار وبالليل كريم، اللي في وسط اليوم لو انت اتوضيتي او غسلتي بشرتك او محتاجه تحطي حاجه تانية، فبجيب الحاجات الخفيفه دي زي دوت مثلا، زي ده، زي مثلا الحاجات دي برده. بصوا الحاجات اللي انا بحبها قوي اللي هي في وسط اليوم كده، بتبقى مرطبه ومنعشه للبشره. فاهمين المجموعه دي حلوه قوي، الثلاثه مع بعض سعرهم كان خطير يعني. بصوا اهي ب 161 جنيه الثلاثه، الثلاثه ب 161 جنيه، انتوا متخيلين؟ يعني الواحد بحاجه و50 جنيه مثلا، نقول 53 54 في الرينج ده. مجموعه حلوه قوي تناسب البشره العاديه. تمام. لو انت مختلطه، مايله مثلا، مايله لجافه شويه يعني، فاهم يعني، لو انت دهنيه قوي قوي لا بلاش من دي، لكن لو انت عاديه او مختلطه مايله لجافه مش دهنيه، فاهمين، ممكن تستعملي المجموعه دي. وعموما دايما اي حاجه جديده تستعمليها جربيها، لازم تكون مناسبه لبشرتك، وكمان تعملي لها تيست كده، تعملي تيست للكريم، تعملي تيست لاي حاجه كده على جزء من البشره، تشوفي يعني البشره هتتاثر ولا لا. تمام. طيب ايه كمان يا بنات الشهر ده؟ جبت الرول اون دي بتاعه جورداني، حلوه جدا 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 برده، كانت ب 61 جنيه طبعا، يعني معروفه غنيه عن التعريف. ده كان في الويب اوفر اهو، الروج القمر ده حلو قوي قوي قوي، لونه احمر، كان سعره حلو قوي برده. كان بكام؟ ب 49 وربع اوم كلر، هو اوم كلر ب 49 وربع، حلو جدا، درجته احمر احمر يعني، اسمها ريد روبي ريد 3-8-7-5-2، ده موجود في الويب اوفرز. تمام. طيب يا بنات ايه كمان جبته؟ بصوا بقى كان في عرض انا لحقته، ناس كتير ما لحقتوش، لان هو العروض اعرفوا ان في عرض تطلبه على طول،
ما تستنوش يوم او بالليل او في وقتها في عرض اطلب، لان العروض ما بقاش استنى، فاهمين؟ فكان على كل 75 نقطه اخد برفان من دي، فكنت انا معديه ال 150 فاخدت برفانتين دول فور فري خالص ببلاش مع الاوردر، تمام. كمان خدت الجل القمر ده، معقم للايدين وبينظف، يعني لو انت بره او كده مثلا حاطه واحد في العربيه مثلا بتحطي نقطه كده كان غسلت ايدك، هو مش بيلزق، فاهمين؟ مش بيلزق، كان غسلت ايدك بميه وريحتها حلوه ومتعقمه وزي الفل. فالجل ده تحفه يكون في شنطتك باستمرار، حلو قوي قوي قوي. واخداه من منتجات اللي لجت الشحن، تمام. سعره كان حاجه و70 او حاجه و60، والله يا بنات مش باين، هكتب لكم سعره على الشاشه، تمام. هشوف لكم سعره واكتبه على الشاشه، اوكي. طيب ايه كمان يا بنات انا خدته؟ بصوا، خدت بقى على ال 150 نقطه، على ال 150 نقطه خدت القمر، شايفين؟ حلوه حلوه حلوه، لحقتها لحقتها عشان ما حدش يستنى، المنتجات ما بتقعدش. بصوا اهي شنطه تحفه، شايفينها؟ شايفين؟ هوريكم من جوه عامله ازاي. بصوا كده، مش راضيه دي افتح ليه؟ بصوا يا بنات من جوه اهي شكلها كده، تمام. حجمها حلو جدا على فكره، حجمها كبير، يعني بصوا شايفين اهي حجمها حلو. انا بحب الشنط الكبيره، كان في واحده تانية شكلها حلو برده كده اصغر شويه من دي، بس انا اخترت الاكبر. يعني دي خدتها على 150 نقطه ب 99 جنيه اعتقد، تمام. كمان خدت على ال 200 نقطه الانفينيتا، افتحها بعدين. اهي ده شكلها، ومن جوه حجمها بصوا زي ما قلت لكم كبيره كده، فيها دي من جوه، فاهمين؟ دي ممكن تتشال اعتقد، يعني دي ممكن تتشال وممكن تخليها، فاهمين؟ هي حتى لو شلتيها تنفع كشنطه يعني، بس هتبقى مفتوحه، لكن دي عشان السوسته، فهي من الحاجات الحلوه قوي. كمان خدت على ال 200 نقطه يا بنات الانفينيتا، اهي دي على ال 200 نقطه هديه فور فري خالص، فدي من الحاجات الحلوه جدا برضو الشهر ده على الفور فري على ال 200 نقطه، تمام يا بنات. وبكده اكون خلصت معاكم كل الحاجات اللي انا الاوردر بتاعي الشهر ده ومشترياتي من كتالوج مايو، وكل الحاجات اللي انا جبتها ورايي فيها وحاجات كنت مجرباها قبل كده وقلت لكم رايي فيها بصراحه. يعني تعالوا بقى من بعد نشوف حاجات موجوده في الكتالوج وانا وعندي، وهقول لكم برده رايي فيها بصراحه وهقول لكم سعرها، يلا مع بعض. بصوا يا بنات، اول حاجه من الحاجات الموجوده في الكتالوج الشهر ده وعندي وانا بحبها جدا، الاي برو ده تحفه تحفه، معجون الحواجب دي درجه الفاتحه او اللي هي الميديم، اسمها ميديم براون، حلوه جدا. ميزته يا بنات انا بعشقه، ليه؟ لانه انا عندي كذا حاجه وايدي بتروح لده، لانه سريع. بصوا فرشته منه فيه كده خلاص في ثواني كده، تظبطي بسرعه بسرعه بسرعه. هو ده اللي انا مستعملاه دلوقتي على حواجبي. فالاي برو ده من الحاجات الخطيره، او معجون الحواجب ده تحفه 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 لاخر الدنيا، حلوه قوي قوي قوي، انصحكم ان انتم تجربوه. من الحاجات الموجوده الشهر ده وعندي وانا بحبها جدا، ايه تاني؟ مجموعه التفتيح. مجموعه التفتيح من الحاجات الحلوه قوي وموجوده الشهر ده، موجوده هحط لكم صورتها وسعرها على الشاشه. بصوا انا عندي الماسك سكراب بتاعها وعندي الفيس كريم. الفيس كريم ده من الحاجات اللي بخليها في وسط اليوم، بقول لكم ان انا بحطها، حلو جدا. لو انت عايزه، احنا داخلين على الصيف والمصايف والحاجات دي كلها، عندنا مجموعتين او ثلاث مجموعات في اوريفليم بيفتحوا البشره، دي اقلهم سعرا وجميله جدا جدا. عندك البريليانس وعندك اللي لسه متكلمه عنها الايفن اوت، تفتيحه الاثنين مش رخاص، تمام، حلوين جدا وتحفه بس مش رخاص. دي مجموعه تفتيح رائعه بفيتامين اي وبي 3، حلوه جدا 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 وسعرها حلو قوي 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 في متناول الجميع يعني ان شاء الله. فدي حلوه جدا، تمام يا حبايبي. لو انت عايزه تفتيح المجموعه دي موجوده كامله، هحط لكم صورتها. طيب ايه كمان الشهر ده برده موجود؟ الباودر عيش ايه، عيش ايه باودر جوردن، جربت مليون حاجه، هي اكتر باودر بحبها قوي، بستعملها لوحدها لو انا نازله خروجه سريعه او نازله اتمشى او حاجه في القريب، يعني بستعملها من غير كريم اساس، كاني حاطه كريم اساس يا بنات، تغطيه
تغطيتها رائعة. بصوا هي اهي اهي، استنوا اهو ده شكلها كده. كمان بستعملها مع كريم الاساس كالوس، كالوس باودر، يعني باخد بالفرشة كده، وده اللي انا عاملاه النهارده كده اوكي، وانفض كده وبثبت بيها كريم الاساس. فدي من الحاجات الخطيرة موجودة الشهر ده بشكل جديد، من الحاجات الحلوة قوي اللي انصحكم ان انتم تجربوها. باودر جورداني جولد، حلوة 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 لاخر الدنيا، تمام، موجودة الشهر ده. من الحاجات كمان الموجودة الشهر ده برضو عايزة اكلمكم عنها يا حبيباتي، الاكتيفيل الكريم المفتح ده. كريم، كريم اهو انا بستعمله، ده شكله، اسمه اكتيفيل. بصوا معظم الحاجات اللي جاتها بينك اللي هي بتبقى مفتحة زي دي. بصوا برضو ده السبراي بتاعه اهو، وده الكريم. الكريم ده حلو قوي، هو مزيل للعرق، بيستمر لحد 48 ساعة، وهو كريم ومفتح لمنطقة الاندر ارم. فده من الحاجات التحفة تحفة تحفة اللي بحبها جدا، وموجود الشهر، ترطيب وتفتيح ومزيل للعرق، فخطير. وموجود موجود في الكتالوج الشهر ده، موجود الشهر ده، هحط لكم سعره على الشاشة. كمان يا بنات من الحاجات الموجودة الشهر ده وخطيرة بحبها جدا، القلم ده، القلم ده اللي هو ايلاينر. بصوا اهو، خطير خطير بمعنى كلمة خطير. احسن محدد عين او ايلاينر جوردن، جورداني بينزل في كذا اصدار، نزل ده احسن اصدار نزل في جورداني. رفيع جدا جدا جدا، سنه رفيع قوي، سهل ترسمي بيه، من الحاجات بجد الخطيرة يا بنات اللي ممكن تجربوها الشهر ده، تمام، موجود الشهر ده. كمان بقى الماسكارة الحواجب اهي، دي الدرجة الفاتحة برضو، ودي اللي انا مستعملاها، انا حطيت من المعجون الحواجب وبعد كده بسرح بدي، بتدي شكل ناتشرال للحواجب وطبيعية، وموجودة الشهر ده. من الحاجات الخطيرة يا بنات برضو، ما تتسابش الشهر ده. كمان عندنا الاتنين اي شادو دول، حبيبي اتكسرت اهو، بصوا ده وده، موجودين الشهر ده. والدرجتين دول انا بحبهم قوي قوي، درجة الازرق ودرجة البرجندي، دي الدرجة دي خطيرة يا بنات، انا عايزة اجربها لكم على ايدي، درجة تحفة تحفة بمعنى كلمة تحفة يا بنات، موجودة الشهر ده. والازرق ده كمان خطير، شايفين درجاتهم. الاي شادو ده الكريمي حلو قوي يا بنات، من الحاجات اللي بتثبت جدا 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 على البشرة، ثابت، يعني متقولش ان هو كريمي فهيتمسح، لا هو ثابت جدا جدا على البشرة، وبيدي لوك، ممكن تستعملي لون او اتنين مع بعض، وتحت العين بيدي لوك تحفة تحفة يا بنات. اي شادو من الحاجات الخطيرة اللي انا بحب استعملها، وكمان سهلة وسريعة في الاستخدام، ودي من الحاجات المهمة جدا، موجودين وحط لكم سعرهم. كمان يا بنات لو انت عندك حبوب ليها راس بيضة، فالبيوري سكين ده حلو قوي 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 اهو، ده شكله، بتفتحيه كده وبتحطي نقطة على الحباية البيضة، الحباية اللي ليها راس بيضة، انا هو ده استعمله، بتطلعي بس الراس البيضة، ومش معنى كده ان انت بتلعبي في الحباية او حاجة، بس لازم تطلعي راس البيضة وتحطي منه، بيموت الحباية في خلال يعني 8 ساعات، انا بلاقي الحباية ماتت. انت بتحطيه كل شوية، يعني تحطيه بعد شوية لو لقيتيها نشفت او كده تحطي تاني، تحطي كل شويه لحد ما الحبايه تموت، حلو جدا جدا جدا، تمام، بيضيع الحبايه بشكل سريع جدا جدا اوكي. كمان عندنا الكريم الاساس ده اللي دايما بتكلم عنه، ايفر لاستنج، خطير، هو اللي انا مستعملاه دلوقتي، ده ضد الميه، ثباته عالي جدا جدا، ضد الميه، ضد التعرق، يعني بيبقى ثابت على البشره، بيقعد لحد 30 ساعه. فده من الحاجات، تغطيته حلوه جدا، يعني بيديني كفرج كويس قوي للبشره. من الحاجات الخطيره موجود الشهر ده، دي درجه الساند وورم اللي انا بستعملها. لو انت عروق ايدك خضرة زي كده، خدي الحاجات اللي فيها وورم اوكي، لو انت العروق عندك هنا زرقاء، خدي الحاجات اللي فيها كول. فكريم ده رائع رائع رائع، عن تجربه يا بنات بعشقه، هو تقريبا خلص يعني وفي شويه صغننين قوي. الايفر لاستنج تحفه ومناسب للاستخدام اليومي لانه مش تقيل قوي، يعني هو حلو
لسه بنوته امبارح سالتني على حاجه للاستخدام اليومي، فمنتجات زوان سواء ايفر لاستنج سواء ايلو سكين حلوين قوي للاستخدام اليومي، مش تقيل قوي يعني على البشره، هم تغطيه متوسطه. اوكي، فده من الحاجات الحلوه قوي. كمان يا بنات عندنا ال الاون كولر البيتش اللي هو بيعمل جلو للبشره، خطير ونازل الشهر ده. بصوا بصوا عامل ازاي ده، بصوا بيعمل ايه، بصوا جلو كده حاجه كده للبشره، بصوا شايفين حاجه كده جلوي، مش عارفه هو يعني سايح على نفسه كده. ده كده ده اسمه بيتش بلو، هو ريحته بالخوخ اصلا حلوه قوي. بتحطيه هو ملوش تغطيه يعني، او تكاد تكون تغطيه يعني تغطيته خفيفه جدا، بس هو بيعمل اشراقه للبشره ونضاره، وممكن تستعمليه في اماكن الاضاءه بس، وممكن على البشره كلها، وممكن تحت كريم الاساس، ممكن فوق كريم الاساس في اماكن معينه تنوري بيه كده، فاهمين يعني هو ناشف خلاص. بس بصوا هو بصوا لو تعالوا هو ادى لون على فكره، يعني ادى لون، شايفين ادى لون وبيدي بصوا اضاءه، شايفين مدي لون خفيف، تغطيه خفيفه مش متوسطه حتى، خفيفه او تكاد تكون منعدمه، بس ادى لون خفيف وادى اشراقه ونضاره، بيدي اشراقه بقى ونضاره للبشره، هو تحفه جدا جدا جدا. فوقت كتير بستعمله لوحده، مثلا لو عايز انزل ممكن لوحده مع روج بلاشر وبس، فمن الحاجات الخطيره موجود الشهر ده، وهقول لكم سعره. بصوا هو عامل ازاي، ما علينا. بس كده يا بنات يعني. كمان اخر حاجه هكلمكم عنها الزيت ده، الزيت ده بحبه قوي قوي، ده مزيل للميك اب ومفتح للبشره، و بيقلل من حجم المسام الموجوده في البشره. ده بستعمله وانا حاطه ميك اب زي كده، بحطه على بشرتي وبسيح كل الميك اب، بعد كده بغسل البشره، بعد كده بستعمل الغسول، فاهمين؟ فهو مزيل للميك اب، حلو قوي قوي قوي، بيشيل الميك اب بسهوله جدا جدا من على البشره، وبيسيب البشره منوره ومضيئه، فاهمين؟ فده من الحاجات الحلوه قوي قوي يا بنات اللي انتوا برضو ممكن تجربوها الشهر ده. انا حاطه الحاجات قدامي بس كده، اعتقد ان مفيش حاجه تاني. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو وكان خفيف عليكم. لو عندكم اي استفسار سيبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم، وميرسي جدا ليكم، وباي.